مشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يخصص لقاءه الأسبوعي للحديث عن زيارته للمغرب. جائزة مصباح السلام لجلالة الملك عبد الله الثاني تقديراً لدوره في التآخي والسلام. وفيها أيضاً حلقة نقاشية بعنوان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، واقع وتحديات. أهلاً بكم. خص قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي في الحديث عن زيارته التاريخية للمملكة المغربية، حيث تحدث قداسته خلال اللقاء عما شكلته الزيارة التي مثلت خطوة جديدة على طريق الحوار والإخاء مع الأخوة المسلمين، لتؤكد الدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليقة، مشيرا إلى أنه تم خلال الزيارة التوقيع على نداء من أجل مدينة القدس لتحفظ كإرثا للإنسانية ومكان للقاء، لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث. وختم قداسة البابا حديثه بالقول: نحن مدعوون كأبناء لله لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع، ولأن نرى في كل شخص أخا، لا سيما المحتاج والمهمش، ونرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص، داعيا الرب الإله أن يبارك الجميع ويحرسهم من الشرير. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال والمسنين والمتزوجين حديثا، وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته الأخيرة للمملكة المغربية، وعبر عن شكره الخالص لجلالة الملك ولكل السلطات والشعب المغربي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة. أوضح البابا أن الزيارة مثلت خطوة أخرى على طريق الحوار واللقاء مع الإخوة المسلمين، وتأكيداً للدور الأساسي للأديان في الدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز السلام والعدالة والعناية بالخليقة بيتنا المشترك، تم التوقيع على نداء من أجل مدينة أورشليم القدس لتحفظ المدينة المقدسة كإرث للإنسانية وكمكان للقاء، لا سيما بالنسبة للمؤمنين من الديانات الثلاث. كما زار البابا المهاجرين واللاجئين، مؤكداً على أهمية أن يقدم لهم الضيافة والحماية والتعزيز والإدماج، كما شكر الكنيسة في المغرب على التزامها في خدمتهم بسخاء. في اليوم الثاني ذهب قداسته لزيارة مركز الخدمات الاجتماعية الريفية والذي تديره راهبات المحبة مع العديد من المحليين المتطوعين، ثم التقى بعد ذلك بالكهنة والمكرسين وبمجلس الكنائس المسكوني في كاتدرائية مدينة الرباط، مشجعاً إياهم ليكونوا خميرة وملحاً ونوراً عبر عيش المحبة فيما بينهم ومع الجميع. هكذا ينمو وينتشر الإيمان المسيحي
أي عبر الشهادة الجاذبة لا عبر الضم البغيض. اختتم البابا الزيارة بالاحتفال بالقداس الإلهي بمشاركة الآلاف من المؤمنين، داعيا الجميع لتذوق جمال تدبير الله الآب الذي يريد أن يشارك جميع أولاده فرحته من خلال الغفران والمصالحة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Marocco e dal Medio Oriente. Come figli di Dio siamo chiamati a vivere la fratellanza umana con tutti e a vedere in ogni fratello, specialmente il bisognoso e l'emarginato, il volto di Cristo Salvatore. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من المغرب ومن الشرق الأوسط. نحن مدعوون كأبناء لله لعيش الأخوة الإنسانية مع الجميع، ولأن نرى في كل شخص أخ لا سيما المحتاج والمهمش، وأن نرى فيهم جميعا وجه المسيح المخلص. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله جائزة مصباح السلام، وذلك تقديرا لجهود جلالته وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. منحت الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية في كاتدرائية فرانسيس الأسيزي الواقعة في مدينة أسيزي الإيطالية جلالة الملك عبد الله الثاني جائزة مصباح السلام للعام الحالي، تقديراً لدور جلالته في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتوظيف حوار الأديان والوئام كأداة إيجابية في ساحة العمل الدولي والدبلوماسي. وهذه الجائزة الثانية التي تسلمها جلالته خلال عام بعد جائزة تيمبلتون الدولية. To the Templeton Prize for making it possible to further this work. A portion of the Templeton Prize will help renovate and restore religious sites in Jerusalem, including the Church of the Holy Sepulchre. وألقى جلالة الملك كلمة خلال الحفل الذي حضرته جلالة الملكة رانيا العبد الله والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تسلمت جائزة مصباح السلام العام الماضي، ورئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي، وعدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والفكرية والدينية. قال فيها: أتسلم هذه الجائزة بامتنان وتواضع باسم شعب الأردني مسلمين ومسيحيين، وهم الذين يقدمون التضحيات كل يوم في سبيل مستقبل أفضل للجميع. وأضاف جلالته: إن مصباح القديس فرانسيس للسلام يرمز في نظري لنور السلام الذي يضيء طريقنا نحو مستقبل أفضل لجميع البشر من كل الأديان والبلدان والمجتمعات. وهذا القديس الذي يرقد في هذه الكاتدرائية معروف في جميع أنحاء العالم بتعاطفه مع كل شخص وكائن حي. وأكد جلالته في كلمته أن مبادئ العيش المشترك والوئام بين الأديان جزء أصيل من تراث الأردن الذي مثل عبر التاريخ وطناً راسخاً للمجتمعات المسيحية يتعاون ويتشارك فيه مواطنوه في بناء أمة واحدة قوية. وما زال المسيحيون منذ آلاف السنين جزءاً لا يتجزأ من نسيج مجتمعات الشرق الأوسط، ولهم دور محوري في مستقبل منطقتنا. Italy is a great friend of Jordan and an important partner in peace efforts, especially in my region. And Cardinal Bassetti, accept my special thanks for the work of the Catholic Church in joining Muslims in interfaith dialogue.
Together our face make up more than half the people on earth. And it has never been more important to come together in harmony. My friends, to me, the lamp of peace of St. Francis symbolizes how peace lights our way forward to a better future for all people of every faith and country and community. But it is our task to provide the fuel for that light. And what fuels global peace is mutual respect and understanding. This is why it is so meaningful to me to be passed the lamp of peace by one who has done so much to advance understanding and respect among peoples, my dear friend, Chancellor Merkel. وبين جلالة الملك عبد الله الثاني أن دور الأردن في المجتمع الدولي يرتكز على التزامه الراسخ بالوئام والسلام، وليس هناك ما هو أهم في يومنا هذا من العمل من أجل حماية القدس، وكون جلالته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فقد أكد أنه ملتزم بواجبه تجاه أمن ومستقبل المدينة المقدسة التي يساهم الأردن بشكل فاعل في عمليات الترميم التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك كنيسة القيامة، لتبقى هذه المدينة رمزاً للسلام الذي يجمعنا ويوحدنا. وفي ختام الحفل سلم الأب ماورو غامبيتي حارس دير السيزي جلالة الملك الجائزة التي تمنح لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام والعيش المشترك. وبحسب القائمين عليها تمنح جائزة مصباح السلام التي تأسست عام 1981 ونالها العديد من القادة الدينيين والسياسيين لشخصيات عالمية تقديراً لجهودهم في تعزيز السلام والعيش المشترك. ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهشم الشمالي بعمان، بحضور راعي الكنيسة الأب فرح بدر وعدد من الأباء الكهنة وجموع من أبناء الرعية. المزيد في هذا التقرير. استقبلت رعية سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي بالعاصمة عمان رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسة لتكون زيارته الرعوية الأولى للكنيسة. كان في استقبال سيادته كاهن الرعية الأب فرح بدر وراعي الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأب فراس دردر والأب جهاد شويحات وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور حشود من المؤمنين، حيث علت أصوات الموسيقى الكشفية لدى وصول سيادته مقدمين له العباءة الأردنية والشماغ المهدب ليرتديهم سيادته بكل فرح أثناء المسيرة الكشفية وصولا لمبنى روضة البطريركية اللاتينية في المنطقة، حيث افتتح سيادته المبنى الجديد مكرسا إياه بالماء المقدس بحضور مدير عام مدارس البطريركية الأب وسام منصور. ومن ثم التقى سيادته بأبناء الرعية خلال حديث ودي استمع خلاله لطلباتهم واحتياجاتهم في الرعية، وبعدها توجه سيادته برفقة الآباء الكهنة والجموع للكنيسة حيث ترأس الذبيحة الإلهية فيها بمشاركة جوقة الرعية. Joy.
وفي بداية القداس قدم الأب فرح بدر كاهن الرعية كلمة شكر من خلالها سيادة رئيس الأساقفة على زيارته الكريمة والبهية للكنيسة وافتتاح المبنى الجديد للروضة ومنح سري المناولة والتثبيت 38 طفلا وطفلة من أبنائها. وعقب كلمته قدم الأب بدر باسم الرعية لوحة فسيفسائية مرسوما عليها صورة المدبر كعربون حب وتذكار له. وفي عظة القداس التي ترجمها الأب إبراهيم الشوملي تحدث المدبر الرسولي عن فرحته بوجوده بين أبنائه في منطقة الهاشمي وعن غبطته بترأس الذبيحة الإلهية بينهم، وتحدث عن الألم في حياتنا وكيف بإيماننا أن ننتصر على الضيق والألم وأن نعيش بمحبة خالصة مع السيد المسيح. ووجه جانبا من العظة للأطفال شارحا لهم أهمية المناولة الأولى لهم وعن قدسية هذا السر العظيم الذي سيحيا في نفوسهم طوال حياتهم، حاثا سيادته الأطفال على الالتزام بالكنيسة وخدمة أسرارها. وبعد العظة المقدسة دعا الأب جهاد شوحات الأطفال لتجديد مواعيد العماد، ومن ثم رفع المدبر الرسولي سر الإفخارستية على نية الرعية وأطفالها ليمنحهم المناولة الأولى من جسد ودم السيد المسيح بكل فرح وسلام. كيف لا أرتضي يا إلهي أن أكون لك للدوام، أنت روحي حياتي رجائي، أنت كلي وكل الأنام. أما الآن كي يبان وفي الختام التأم الأطفال والجميع حول سيادته لأخذ صورة تذكارية بعدسة نورسات. بمناسبة اختتام فعاليات أسبوع الفرانكفونية الذي أحيته البعثات الدبلوماسية للسفرات الناطقة بالفرنسية في الأردن، رعت السفيرة اللبنانية بعمان تريسي شمعون في مركز الحسين الثقافي راس العين حفلاً أوبرالياً بعنوان رسالة محبة من بيروت إلى عمان. شارك في إحياء الحفل الذي حضره البطريرك فؤاد طوال والمونسنيور غازي خوري، السوبرانو ميرا عقيقي والتنر نادر عواد ورفقهما عازف البيانو فارس قاقيش، فيما قرأ الشاعر الدكتور إسحاق عقيقي عدداً من قصائده باللغة الفرنسية بمصاحبة المايسترو اللبناني جون كيروز على البيانو. حضر الحفل أيضاً عميد الجالية اللبنانية في الأردن المهندس فؤاد أبو حمدان وممثلون عن البعثات الدبلوماسية الناطقة بالفرنسية وأبناء الجالية اللبنانية وحشد كبير من المدعوين. أمس اليوم برعاية السفارة اللبنانية جينا من لبنان ومن الأردن على الأردن على بلدنا الثاني حتى نحيي هالأمسية مثل كل سنة. هي أمسية كانت بتضم موسيقى الكلاسيكية الأوبرا وكمان عزف على البيانو وشعر، ضمت يعني عدد كبير من الفنون، والفن هو رسالة سلام. نتمنى أنه نكون عن جد حملنا رسالة سلام وحب لهالبلد من لبنان على الأردن ولكل العالم.
صراحة تفاعل الجمهور كان رهيب. الجمهور الأردني بيسمع لآخر نوت، يعني بينطق تتخلص آخر نوت، هالقد بيحترم الموسيقية وهالقد بيحترم الموسيقى. مش معقول هالجمهور شو حلو. كمان كان في تواجد لبناني كتير كبير، كان في حماس بالآخر. حسيت حالي عم دق ببلدي. بتعرف الأردن ولبنان كتير نحن بنشبه بعضنا بالشكل، بالثقافة، بالكلتشر، بكل القصص. أمسية أنا حبيتها والجمهور كمان حبه. شو بدي أكتر من هيك؟ نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات، عقدت جمعية الشابات المسيحية في مقرها بعمان بالتعاون مع مبادرة محاميات نحو التغيير حلقة نقاشية بعنوان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واقع وتحديات. وخلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء السابقين والنواب ورجال الدين، تحدثت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة عن الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمات العادلة وحقوق المرأة. وتناول النائب القضائي العام الأرشمندريت بسام شحتيت حقوق المسيحيين وواجباتهم في الأردن والبلاد العربية بحسب قوانين الأحوال الشخصية والعيش المشترك. كما تحدث المحامي نزار الديات عن واقع وتحديات قانون الأحوال الشخصية وقانون مجالس الكنائس المسيحية. وفي ختام الجلسة دار حوار إيجابي وبناء. صناعة الأيقونات ورسم اللوحات الدينية هي من الفنون التقليدية العريقة والتي لا يتقنها إلا المتخصصون، غير أن مدرسة بيت لحم للأيقونات تعد الأولى في المنطقة التي تدرب وتخرج الطلبة المحترفين في هذا المجال. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي زارت المدرسة وأعدت التقرير التالي. تعد صناعة الأيقونات من الحرف التي اندثرت في أربعينيات القرن الماضي، فها هي مدرسة الأيقونات الأولى في مدينة بيت لحم، والتي تسعى إلى استعادة العناصر القديمة للتراث المسيحي في الأراضي المقدسة وإحياء مجدها السابق في المقام الأول. هذه المدرسة التي افتتحت قبل فترة قصيرة لإتاحة الفرصة لتعليم رسم الأيقونات البيزنطية، وتضم طلاباً لهم هواية الرسم، حيث تسعى للتعليم من خلال المحاضرات والدورات، والتي تؤدي إلى تعزيز فهم أوسع لهذا الجانب الحيوي من الثقافة المسيحية. ويتم رسم الأيقونات حسب الطلب وفقاً لأعلى المعايير المطلوبة، فهي ليست فقط مجرد تعبئة ألوان أو رسم، بل هي عبارة عن كتابة خطوط متتالية بألوان صنعت من مواد طبيعية لتبرز كلمات الإنجيل المقدس، وكأنها تقوم بدور تعليمي في حياة الكنيسة، والتي تمثل جزءاً جوهرياً في حياتنا. من خلال هذه الألوان البسيطة تعلن الأيقونات الإنجيل المقدس وتوضح تعاليم الكنيسة. يعني صعوبة يمكن أنه يفتح الواحد مدرسة أو أنه يكون، لأنه بدك ناس تكون أخصائية أول إشي، تأخذ ناس فهمانة في هذا الشغل، يعني بدها وقت. بعدين الناس يمكن بدها إشي سريع، يعني بحس أنا هون الناس بتيجي وبتروح، ما في عندها جلد أنها تقعد وتتعلم ويكون سنين هذا بده. فأكترهم بيجوا بيشوفوا هذا الشغل وبيطلعوا، يعني بعرفش مش إشي سهل. ويمكن عندنا نحن يعني الفن وفن الأيقونة يعني إشي قديم ولازم، يعني بعرفش يعني لازم يكون الواحد يحضر حاله لهيك إشي، يعني بده وقت، يعني مش إشي خلص يعني أنا بدي أنا أسوي وأرسم وأبدأ فيها وما يكونش عندي لسه مش فاهم إيش هي، يعني بعرفش. يعني هذه المدرسة منيحة إنه تبدأ تحضر هدول الناس يعني لهذا الشغل، يعني بدها وقت وبدها صبر وبدها صلوات. So I'm Sister Esther, or I'm from France, and I'm living in Holy Land, in the holy place of Emmaus, since 10 years now. And my community saw my skills for painting, and
asked me to find a place to learn iconography, and I found this place here in Bethlehem 2016. And I'm now graduated from the Icon School here and working on commissions. So why do I do this personally? Well, it's not only a job, it's also a way to express and to share my faith in God and in Jesus through God and through man. إحنا كوني كعائلة مسيحية كتير مؤمنة. أمي شجعتني لحتى أتطور في الفن لأنه اكتشفت أنه أنا موهوب في الفن. بس ولكن من ناحية كنسية روحية أكثر من ناحية فنون عصرية. فهذا الشيء اللي خلاني أتشجع أكثر لحتى أكتشف السيد المسيح بحمتي له القوية، وهذا الشيء خلاني أجي وألتجي لهذا المركز. شغلنا في الفسيفساء بيتطور من خلال فسيفساء بيزنطية من الأيقونات، رسومات أيقونية. كمان إحنا بيطلبوا منا من كنائس لحتى ترميم الكنائس عن طريق ترميم لوحات قديمة، ترميم هياكل قديمة زي مثلا في بيت جالا، كنيسة البشارة في بيت جالا رممنا هيكل عمره 170 سنة مهدى من أمير فرنسي. كل اللي بتعلموا اللي في الكورس كل واحد أعطى موضوع الصلب، موضوع الميلاد، موضوع زيارة مريم، عدة مواضيع. هاي احنا نتعلم. بس اشي تاني، لما انا بدي اعمل ايقونة بفكر مثلا لأي الشخص، الشخص اللي انا بدي اعطيه الايقونة. مثلا احفادي، عندي احفاد كل واحد عملت له ايقونة بالبنت يعني مريم العذراء، الولد باسمه، ايش اسمه بحمل اي قديس. هاي حسب التقليد البيزنطي، ما بنقدرش نغير يعني في ولا في أي شيء ولا في أي تفاصيل. هذه المدرسة الفريدة من نوعها تهدف إلى تمكين الطلبة إلى هذه الرسومات برؤية مهنية عالية، وتشجع على تعزيز الشعور بالهدف الروحي المشترك والعمل التعاوني من خلال بحث نموذج الكنيسة الرسولية. I'm Ian Knowles. I'm an iconographer from the United Kingdom. And I founded the Icon School in 2012. So when the baby Jesus was born, for the first time in human history, God could be seen. And not only that, it was through the eyes of this little baby, this human baby, that God looked at us. The purpose of the school is to not just to teach people to do iconography in a general way as a hobby, but it's to train people to be professionals so that they can make a living from their work and contribute icons of the highest quality to the international community. So many people want to come to Bethlehem to visit the holy places, and they want to take something from here back with them. So we want to build on that by being able to make icons which will grace churches around the world and really give them a real good experience. وحقيقة إحنا بلشنا هون لما إيان أجا من إيان نولز مؤسس المركز، أجا من إنجلترا ورمم كنيسة مار نيكولا في بيت جالا. حس إنه هون ما في مدارس لتعليم الرسم ولا لتعليم رسم الأيقونات من مرة، فبلش يعطي دورات في دير عمانوئيل. بعدين أخذنا المركز هون وبلشنا فيه، بلشنا بديسمبر 2014 فيه. وإحنا هدفنا إنه نساعد المسيحيين هون في الأرض المقدسة إنهم يتعلموا هذا الفن، وكمان يعيشوا من وراه ويستفيدوا من أجله. فهلأ إحنا هدفنا هون بالمركز إنه نساعدهم يتطوروا، وكمان عندنا فرق بتروح على الكنائس حتى ترممها. يعني بالصيف طلعنا على ليتشفيلد في إنجلترا، رسمنا ثلاث أيقونات هناك، وقبل أسبوع أنهينا حقيقة ترميم الهيكل في كنيسة البشارة في بيت جالا. وهذا هو هدفنا، هدفنا أنه مش بس نضل محليين، نكبر ونطلع أكتر. للنورسات مارلين الحدوة من مدرسة الأيقونات بيت لحم. تم في كنيسة يسوع الملك المصدر بعمان منح رتبة الشدياق لرئيس مجموعة الكشافي في الرعية السيد بشار المعشر،
وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب عدنان بدر. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية، أثنى سيادة المطران الشوملي على الشدياق الجديد الذي يعد الشخص 21 ممن تم منحهم هذه الرتبة خلال هذا العام. في الكنيسة أعضاء كثيرة، هنالك من يخدم في القداس، هنالك خدام الهيكل، المرتلون، العازفون، المرتل المنفرد، رئيس الجوقة، هنالك أيضا الشماس، القارئ، الشدياق، الكاهن، الأسقف. يوجد أيضا في الكنيسة من ينظمون حياة الكنيسة، المجالس الرعوية، الكشاف، أعمال المحبة والخدمة، الكاريتاس. الكنيسة ومن يعلمون الدين، سواء كان معلمو التربية الدينية أو المعلمات، مدرسة الأحد، كل واحد فينا مدعو أن يكون له دور فاعل ونشط في الكنيسة. لا يوجد في الكنيسة دور للمتفرجين فقط، كل واحد فينا له دور. واليوم يسعد الكنيسة أن تمنح أحد أبنائها رتبة الشدياق، وهي تقوم على خدمة الهيكل. فالشدياق هو الذي يحضر التقادم، هو الذي يساعد الكاهن أيضا في المناولة عند الحاجة، يساعد أيضا في مناولة المرضى بناء على طلب الكاهن، هو الذي أيضا ينظف أو يغسل الآنية بعد المناولة، هو أيضا يدرب الخدام لخدمة الهيكل بجدارة واحترام، بالإضافة إلى دوره كقارئ يقرأ كلمة الله ويعلنها ويدرب القراء كي يحسنوا دورهم. وفي نهاية القداس التقى المؤمنون حول الشدياق المعشر مقدمين له التهنئة في جو من البهجة والسرور. أعطينا الرتبة لأحد شبابنا اللي هو رئيس مجموعة الكشاف في هذه الرعية، اسمه بشار المعشر. هذا رقم 21 من بين الشدايق الجدد اللي نالوا هذه الرتبة هذه السنة. مهمته زي ما بتعرفوا هو خدمة الهيكل، تحضير الخدام للهيكل، تحضير التقادم، منح المناولة بشكل استثنائي، أيضا نقل المناولة المقدسة إلى المرضى عندما يطلبون ويحتاج كاهن الرعية إلى هذه الخدمة. هذه مناسبة فرحة لأنه دم جديد يدخل في شرايين الكنيسة لكي يغني ويثري هذه الكنيسة جسد المسيح السري. بشكر أول إشي ربنا على هاي النعمة الكبيرة، لأنه أنه أنت تمسك جسد ودم المسيح في إيديك وتعطيهم للناس، هاي مهمة أكبر من المهمة القارئ الأولى اللي كانت، اللي هي ننقل كلمة ربنا للناس. بشكر ربنا أول إشي على هاي النعمة، بشكر سيدنا المطران ويليام الشوملي اللي رافقنا بهالمسيرة بالتحضير، رافقنا بطول هالوقت وهو عم بيحضرنا حتى نوصل لهاي الرتبة. بشكر أبونا عدنان على اختياره إلي لأكون مساعد في هاي الرعية بهاي الرتبة، الكاهن أبونا سليمان، الشماس بييرو اللي دائما داعمنا، فعالية الرعية اللي دائما موجودين هون في خدمة الكنيسة كلهم من مجلس الرعية طبعا اللي هم إخواني وحبايبي وشبيبتنا وكورالنا وكشافة الرعية اللي دائما بيخدموا الكنيسة، ومن الشبيبة والكشاف تعلمنا الخدمة حتى وصلت لهاي المرحلة اللي هي خدمة جسد ودم المسيح، خدمة هيكل الرب، وأوصل ربنا أكثر للناس، وبصلي إنه ربنا يعطيني القوة حتى أقدر أكمل بهاي الخدمة. بمناسبة يوم الكشاف العالمي انطلقت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين بمدينة الحصن شمال المملكة بمسير كشفي جال شوارع المدينة وأزقتها، وقد اشتمل المسير على احتفال رسمي وشعبي حمل عنوان أردن الأخوة والتآخي، حيث يجسد هذا الاحتفال التعايش المشترك في المجتمع بكل مكوناته ومختلف عقائده الدينية.
ويهدف هذا الاحتفال الذي أقيم في مدرسة البطريركية اللاتينية الثانوية المختلطة في الحصن إلى إبراز التفاعل المجتمعي بين أهل البلدة التي تعيش أجواء فريدة من الإخاء الإسلامي المسيحي. احتفلت رعية الحصن ممثلة في المجموعة الكشفية في المسير الكشفي السنوي الثالث يلي حمل عنوان أردن الأخوة والتآخي حتى نجسد هذا التعايش المشترك بين مكونات جميع المجتمع باختلاف المعتقدات الدينية. كان مسير جميل جدا وشارك فيه العديد من المسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين يلي شاركوا معنا حتى تكون احنا وحدة واحدة في هذا المجتمع وتحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. كمان شاركت العديد من المجموعات الكشفية من المحيط في محافظات الشمال حتى يكون مسيرنا هو مسير يدل أيضا على الوحدة الكشفية في اليوم العالمي للكشاف. منقدم شكرنا لجميع الأشخاص يلي ساهموا في إنجاح هذا المسير من أجهزة أمنية ومدنية ومن المجموعات الكشفية، ومنقدم التهاني للمجموعات الكشفية عامة وخاصة في الأردن في اليوم العالمي للكشاف، وأيضا تهانينا لوطننا في ذكرى معركة الكرامة يلي احتفلنا فيها في 21 آذار. ومنقدم شكرنا لفضائية النور سات الأردن على تخطيطهم الإعلامي لهذا الحدث. احنا ككشاف بنعمل برسالة الكشاف ما بتميز لا بين أي عرق ولا دين ولا جنس، فاليوم هدفنا من المسير انه احنا نبين الوحدة الموجودة في مدينة الحصن بين مسلمين ومسيحيين موجودين عايشين تناغم مع سوا. والمسير هذا ببلش من دير اللاتين في شوارع البلدة كلياتها مع طبعا أنغام الموسيقى اللي بتعزفها الكشاف، كشافة اللاتين الحصن، مع باشتراك مع كشافة برضو الزرقاء اللاتين الشمالي، وإن شاء الله تكون واحدة من البوادر اللي تبين المحبة الموجودة بيناتنا، وإن شاء الله الأردن دائما يظلوا بسلام وأمان والمحبة والتآخي الموجودة. تزامنا مع احتفالات الوطن بذكرى معركة الكرامة الخالدة وعيد الأم، احتفلت جمعية منتدى الفحيص لحفظ التراث بإطلاق برنامج فرقة الفحيص للموسيقى العربية لعام 2019، حيث أقيم الاحتفال برعاية وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان وحضور عدد من المسؤولين والوجهاء وجموع من المواطنين. وقدمت الفرقة الموسيقية المشكلة عددا من الأغاني المستقاة من الموروث الغنائي الأردني والعربي الأصيل، تفاعل الحضور معها بفرح وابتهاج. روعة الجمال بحضور أهل الفحيص، بحضور ضيوفنا من كل مكان، بحضور مع الوزير، بحضور نورسات المحطة اللي دائما هي معنى للنور الحقيقي وللمحبة وللسلام وللتعاطي مع كل شيء بيفيد هذا المجتمع وبيخدم هذا المجتمع. نحن في روعة الآن في حالة من الثمول، من السعادة، من الانبساط مع هذا العمل الفني الكبير قدمته فرقة الفحيص الموسيقى العربية من خلال جمعية الفحيص لحفظ التراث. الفحيص مخزون عالي من الثقافة والحضارة والفنون. إن شاء الله تكون يعني نتأمل أن نكون أرضينا أذواق المستمعين والحضور بشكل عام. شكرا لكم دائما، شكرا لحضوركم المتميز يا نورسات أينما كنتم. فرقة الفحيص للموسيقى العربية هي فرقة عريقة تأسست من كتير زمان، وللأسف إنها انقطعت لفترة طويلة جدا. إحنا رجعنا أحيانا هذه الفرقة، أحيانا هذا التراث، تراث مش فقط للأردن، تراث للبلاد العربية كلها، إلى لبنان، إلى سوريا وإلى آخره. اليوم الاحتفال كان جميل جدا، صرنا أشهر عم ندرب لإله، إن شاء الله يكون في عنا خطط مستقبلية نقدر نطلع نمثل الأردن في أكثر من دول عربية وأجنبية. سمعنا جميعا ما قد قدمته فرقة الفحيص للموسيقى العربية، تقدمت شيء جميل جدا وهذا نفخر به. دائما أن تحمل أي مشروع يحمل اسم الفحيص هو حمل ثقيل، واستطعنا بجهود قوية استمرت شهرين على تدريبات متواصلة أن نخرج بهذا العمل الفني الجميل، لأن الفحيص تستحق، وتراث الفحيص استطعنا أيضا أن نخترقه لصعوبته وتنوع مصادره، ولكن وصلنا إلى أغنيتين تراثيات تقدم كانت في آخر الحفل، بالإضافة لأغاني لبنانية من سهر حوران ومن سوريا ومن الأردن، وهي ثقافة وفن حضارة وفن المنطقة.
تطلعاتنا المستقبلية المشاركة بالمهرجانات الوطنية. سبق لنا شاركنا بمهرجان جرش ومهرجان الفحيص ومهرجان القلعة في عمان، أيضا شاركنا في احتفالات بعيد الاستقلال واحتفالات أخرى في محافظات الأردن. وعدنا وزير الثقافة مشكورا بالمشاركة في مهرجان جرش، ونسعى أيضا للمشاركة في مهرجان الفحيص على الأقل في الافتتاحية. أيضا نظم معالي الوزير قال لمدير مكتبه أنه يجب أن تزور هذه الفرقة محافظات المملكة، ونحن نطمح إلى ذلك ونطمح بالمزيد من الأغاني الوطنية والشعبية الجديدة لنغني محتوى هذه الفرقة وبرنامجها. أطلقت في عمان حملة توعوية للحد من إطلاق العيارات النارية ومكافحة المخدرات بحضور مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية. وقال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية أصبحت تشكل عبئاً أمنياً ومجتمعياً ونفسياً، ويجب على الجميع التصدي لها. بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خولة العرموطي إننا بحاجة إلى المزيد من الجرأة في التشخيص والمتابعة والعلاج للوصول إلى حلول حقيقية تنهي هاتين الظاهرتين. ومن جهته قال قائد أمن إقليم العاصمة العميد خالد العجرمي إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية لها جذور مرتبطة بعادات اجتماعية قديمة للتعبير عن الفرح في المناسبات الاجتماعية. من جانبه قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة نسعى لإيجاد مجتمع رافض للمخدرات من خلال قيام كل قطاع بدوره، سواء كان هذا الدور دينياً أو إعلامياً أو اقتصادياً أو صحياً أو توعوياً. واعتبر رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات انتشار المخدرات تحدياً للدولة بأسرها، ويتوجب على الجميع مضاعفة الجهود للحد منها والقضاء عليها. وتضمن حفل الافتتاح عرض مواد فيلمية عن الآثار المدمرة للمخدرات وإطلاق العيارات النارية. احنا نناشد اخواننا المواطنين بالمملكة الأردنية الهاشمية من العقبة الى الرمثة على شد يد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يعبث بأمن هذا البلد او بالإساءة او بحزن اي شخص او تعكير اي شخص من الأردن. احنا الأردنيين ان شاء الله الأحرار نجلس على هذا لا 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 لا. نقف على هذا التراب الوطن الطيب، واحنا من خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مدرسة الهاشميين كما تعلمنا. انا ناشط من 30 سنة من الصغر، وانا ابوي مختار، واحنا دائما نقوم بالاعمال الطيبة والخيرة. انا رجل اصلاح الحمد لله، ونحن نقتدي في الهاشميين وضد المخدرات وضد إطلاق العيارات النارية. وزي ما تفضل جلالة الملك نشكره أينما كان وين ما يروح، هو دائما ممثل إلنا أنه عدم إطلاق العيارات النارية لو كان ابني أنك تعاقبه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يخص لقاءه الأسبوعي للحديث عن زيارته للمغرب. جائزة مصباح السلام لجلالة الملك عبد الله الثاني تقديراً لدوره في التآخي والسلام. منح رتبة الشذياق لأحد أبناء رعية يسوع الملك في المصدار السيد بشار المعشر. جمعية منتدى الفحيص لحفظ التراث تطلق برنامجاً موسيقياً. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.